بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا دكتور محمد أبو الطيب، ألتقي وياكم سلسلة محاضراتي عن الطاقة المتجددة. محاضرتي اليوم راح تكون مخصصة للحسابات التصميمية لمنظومة خلايا شمسية بيتية. موضوع هذه المحاضرة قد يكون الأهم بالنسبة للناس اللي مهتمين بالجوانب التطبيقية، والمحاضرات السابقة كانت في حقيقتها تمهيد لهذه المحاضرة. الجوانب التطبيقية لنصب وربط منظومات الطاقة الشمسية تهم الكثيرين. في العادة المواضيع الدقيقة في تطبيقات المنظومات الشمسية تهم المتخصصين والأكاديميين أكثر مما يهمهم الجانب التطبيق. ذلك أن موضوع الألواح الشمسية والخلايا الشمسية بشكل خاص يضم تفاصيل دقيقة كثيرة في مجال الأشعة الشمسية وفي مجال الخلايا الشمسية ومواصفاتها وخصائصها، ومن المتعذر الإلمام بكل هذه التفاصيل إلا لمن عند الوقت والتفرغ والتخصص المطلوب. أما بناء المنظومات الطاقة الشمسية فهي في الحقيقة لا تحتاج إلى تفاصيل كثيرة كالتي نراها في المئات وربما الآلاف من البحوث اللي منشورة في هذا الموضوع. أغلب المعلومات اللي يحتاجها الشخص حتى ينصب هيك منظومة ممكن يجيها بشكل مبسط معروضة في الكثير من المحاضرات والأمثلة والشروحات اللي موجودة في الإنترنت. الآن أعرض لنموذج مبسط يمكن استخدامه في إعداد الحسابات التصميمية لمنظومة خلايا شمسية بيتية. في ضوء واقع تجهيز الطاقة الكهربائية للبيوت والمحلات في العراق، يسعى الكثير للبحث عن بدائل أو على الأقل منظومات تساعد في تقليل المعاناة. فجرب العراقيين استخدام المنظومات المساندة الباك اب سيستم أو العاكسات، وأيضا جربوا المولدات العاملة بالبنزين والديزل. وبسبب المشاكل الكثيرة لكل تلك المنظومات تظهر المنظومات الشمسية كبديل، أغلى طبعا ولكنه ممكن نسبيا ومريح، خاصة إذا ما علمنا أن صيانتها محدودة وبسيطة. وهذا ما دفع الكثير للتساؤل عن كيفية بناء هذه المنظومات. فالكثير من أصدقائي وأقربائي وزملائي وطلابي ومعارفي يسألونني كم نوع خلايا شمسية أحتاج لتغذية بيتي بالطاقة الكهربائية، مين اشتري هاي الالواح وشنو صناعتها شنو مواصفاتها، كم بطارية احتاج لتغطية احمال البيت اللي يسكن بيه لمدة 5 ساعات او 6 ساعات او 10 ساعات، ما هو نوع الانفيرتر المناسب لي، كم انفيرتر احتاج، كيف احسب مكونات منظومتي، جيت كلفة منظومة الطاقة الشمسية اللي ممكن توفر لي طاقة كهربائية لمدة 5 ساعات مثلا او 6 ساعات. الحقيقة لا توجد اجابة محددة عن كل هاي الأسئلة وأكثر من عدها. أيضا ما سأعرضه الآن هو نموذج مبسط لكيفية حساب مكونات منظومة طاقة شمسية بيت. في البداية المصطلح الإنجليزي المستخدم لوصف هاي العملية هو سايزنج. أنا ما قدرت ألقي ترجمة حرفية محددة لهذا المصطلح، ترجمتها بجملة هي حساب مكونات المنظومة، لكن في البحوث في الأدبيات في المقالات اللي انترنت راح يلقيها موضوع هذه المحاضرة تحت عنوان سايز. قبل الخوض في تحديد حجم وكمية الألواح والبطاريات ونوع الانفيرتر اللي نحتاجه في عمل هذه المنظومة اللي هو السايزنج لهذه المنظومة، علينا نحدد استراتيجيتنا في عمل هذا السايز. من حيث الطاقة، الطاقة نحصل عليها من الألواح الشمسية بعد سقوط أشعة الشمس عليها فتحولها إلى طاقة دي سي، ثم تمر الطاقة للكنترولر لتنظيم اتجاه حركتها وتروح إلى البطاريات كدي سي. الجزء اللي نريد نحوله إلى اي سي راح يروح الانفرتر ثم إلى اللود. فإذا اتجاه حركة الطاقة في المنظومة راح يكون بهذا الاتجاه. أما طريقة حسابنا إلى السايزنج لأجزاء هذه المنظومة فسيكون بالحقيقة بعكس الاتجاه. راح نبتدي من النقطة اللي انتهينا بها في الانرجي فلو مالنا، راح نبتدي باللود. راح نحدد اولا حجم اللود اللي مطلوب تجهيزه، ثم راح ننتقل للخطوة الثانية هو تحديد الانفرتر، وعلى ضوء الانفرتر ومواصفاته راح نحدد كمية الطاقة اي سي اللي نحتاج لتغذية اللود. ثم طبعا اذا عندنا بطاريات، اذا منظومتنا تحتاج بطاريات ايضا راح نمر عليها، وسننتهي اخيرا بتحديدنا للألواح الشمسية المطلوبة لانتاج الطاقة اللي نحتاج لتغذية الـ AC load. عندما نقول المنظومة البيتية منظومة معزولة عن الشبكة، فالحقيقة هنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة. المنظومة المطلوب تصميمها هي منظومة معزولة عن الشبكة، بمعنى أنها لا تصدر طاقة إلى الشبكة، ولكن هذا لا يمنع أن تكون
الاحمال المطلوب تغذيتها مرتبطه بالشبكه. فهنا راح تكون المنظومه مالتي بمثابه باك اب الى تغذيه الاحمال المطلوب تغذيتها. فاذا كان عندي تغذيه من الشبكه الوطنيه وبنفس الوقت الطاقه اللي تنتجها المنظومه اللي يزود منها عن الاستخدام تروح للشبكه الوطنيه، فراح اكون امام منظومه مربوطه بالشبكه الوطنيه اون جريد سيستم. اما في حالتي فعن الطاقه اللي عندي تتيجي فقط الى اللود دون ان يتاح لها تصدير الفائض منها الى الشبكه الوطنيه، لذلك فهي منظومه معزوله عن الشبكه مع انه الحمل مالتي اللي انا داغذي مربوط مع الشبكه. هناك مجموعه من الاعتبارات لابد من اخذها في الحسبان عند الرغبه بتصميم مثل هذه المنظومه، اهمها هو تحديد حجم الطاقه المطلوبه يوميا ومن ثم الانتقال منها الى الطاقه المطلوبه سنويا، لان في الحقيقه حجم هذه الطاقه هو حجر الزاويه في تصميم المنظومه. النقطه الثانيه تحديد كل العوائق الفيزيائيه التي تحدد او تقوص من عمل المنظومه الشمس. فمثلا علينا نحدد المساحه المتاحه لنصب المنظومه بحيث ان الالواح بحيث ان طريقه نصب الالواح ما يؤدي الى نشوء ظل من لوح او من صف على الصف الاخر. كذلك علينا دراسه تاثير الابنيه والاشجار المجاوره للمنظومه لانها قد تحجب اشعه الشمس على المنظومه. فعلينا ان نختار المواقع اللي تكون مواجهه للشمس بدون عوائق بدون حجب الى الطاقه الشمسيه. لا توجد طريقه واحده لاعداد التصاميم لمثل هذه المنظومات. هناك مكونات رئيسيه والمصمم لهذه المنظومه يعمل على وضع التصميم الامثل اللي يعتقده اللي يكون اكثر انتاجيه للطاقه واقل في الكلفه. وهذا موضع اجتهاد بين المصممين. فمثلا ممكن مصمم يستخدم انفرتر واحد لكل سولار بانل. ممكن مصمم اخر يستخدم انفرتر واحد للسترنج كله. وممكن واحد يستخدم انفرتر واحد لكل المنظومه. طبعا لكل خيار من الخيارات محاسنه ومساوئه وايضا كلفته. فهنا يطلب خبره المصمم وثقافته ومدى براعته بتصميم هيك منظومات والهدف اللي يريد يحققه ويوصل له. مكونات المنظومه بشكل مبسط هو اللي معروضه امامكم. انا عندي سولار بانل. السولار بانل يصدر لي الطاقه مالتي من خلال الكنترولر اذا اريد احولها الى اي سي فالى انفرتر، او اذا اريد ابقيها دي سي ادسها للباتري، او اذا عندي دي سي لود ايضا ممكن اغذيه. الطاقه اللي منتقله للانفرتر راح تتحول الى طاقه اي سي بعد ان كانت دي سي وتروح الى اللود اللي احاول اغذيه. فاذا مثل ما قلت لكم الخطوه الاولى في تصميم هذه المنظومه تحديد اللود اسسمنت، ما هو الاي سي لود اللي اريد اغذيه. هذا نموذج مبسط او مثال توضيحي بسيط لمنظومة المطلوب منها ان تغذي الحمل هو كالتالي. عندي خمس مصابيح بقدرة 30 واط لكل مصباح، فتكون القدرة الكلية للمصابيح 150 واط، يشتغل لمدة ساعتين يوميا. عندي ثلاجة وحدة قدرتها 500 واط تشتغل باليوم 5 ساعات. عندي مروحة قدرتها 45 واط عدد 3 تشتغل هذه المراوح لمده 8 ساعات يوميا. عندي غساله عددها 1 القدره اللي تستخدمها 1500 واط تشتغل 0.86 من الساعه يوميا. عندي تلفزيون عدد 1 قدرته 100 واط يشتغل 4 ساعات يوميا. عندي توستر يشتغل عدد 1 قدرته 1500 واط يشتغل 25% من الساعه يوميا. الان واحده من الامور اللي علي ان انتبه لها انه المنظومه الطاقه الشمسيه منظومه غاليه نسبيا. فإذا أنا قدرت أعوض هذه المكونات اللي مطلوب تغذيتها بمكونات أكفأ من عندها أو أقل استخداما للطاقة، فحكون قد وفرت على نفسي كلفة كلش كبيرة. مثلا إذا أقدر أستخدم مكان المصابيح مصابيح ليد اللي طبعا قدرتها هواية أقل من القدرة هاي المعروضة لهذا المصباح. قبل الاستمرار اعتقد هنا علي ان اتوقف في مساله بسيطه تحدث لبس عند الكثيرين، وهي التمييز بين طاقه الاي سي وطاقه الدي سي المطلوبه.
والإيضاح هذا راح أخذ مثل بسيط. عندي مصباح قدرته 100 واط دي سي، فهذا المصباح بكل سهولة أقدر أغذيه من الخلايا الشمسية مباشرة، لأن الخلية الشمسية تعطيني قدرة دي سي، أقدر أسحب منها 100 واط في كل لحظة فأغذيها إلى المصباح. وطبعا هذا المصباح راح يستهلك بالساعة الواحدة 100 واط أور خلال الساعة. الآن لو جبت مصباح قدرته 100 واط ولكن اي سي وليس دي سي، بهذه الطريقة ما يعود صحيح أن أعتبر الطاقة المسحوبة من الخلية الشمسية هي 100 واط دي سي، لأن اللود أصبح اي سي. عليه يجب أن أستخدم انفيرتر. حتى أستخدم انفيرتر معناته لازم أضخ له طاقة أكثر من 100 واط. ليش؟ لأنه الانفيرتر بنسبة لوسز، فحتى تكون الطاقة اللي خارجة من عنده بمقدار 100 واط اي سي علي ان اضخ له 118 واط دي سي اذا كان عامل اللوسز او اذا كانت كفاءة الانفرتر هي 85%. عليه تصبح 100 واط اي سي اللي اشغل بها المصباح واللي تعطيني قدرة 100 واط اور ان 1 اور هي في الحقيقة جاية من 118 واط دي سي وليس من 100 واط دي سي. كذلك في بعض المنظومات يتم التمييز بين الأحمال المطلوبة صيفا وشتاء، خاصة في بلدان مثل بلداننا. الأحمال الصيفية تختلف عن الأحمال الشتوية، لأنه بالصيف عندنا الحاجة إلى التبريد عالي، وأخذ هاي نظر الاعتبار عند التصنيع. الخطوة الثانية اللي ينتقل لها هي الانفرتر سايزنج. من حيث الأساس الطاقة المنتجة في الخلايا الشمسية هي طاقة دي سي، فأني إذا كان الحمل مالتي كله أي سي فمعناته أنه أنا أحتاج انفرتر أضخ له كل الطاقة اللي حصلتها من الخلايا الشمسية. إذا كان عندي دي سي لود فراح أخذ الجزء المخصص لتغذية هذا الحمل بدون أن يمر على الانفرتر، لأنه طبعا ما راح أحتاج أن يمر على الانفرتر. من الناحية العملية لا توجد جهاز كفاءته 100%، ونفس الأمر ينطبق على الانفرتر، فالانفرتر أيضا جهاز كفاءته طبعا أقل من 100%، فإذا افترضنا أنه الانفرتر مثلا كفاءته 90% أو 85% فمعناتها أنه أنا عندي 10% أو 15% من الطاقة اللي أنا داغذيها إليها تروح لوسز، تروح خسارة. فإذا الطاقة الناتجة من الانفرتر هي الطاقة بعد احتساب الخسائر اللي راحت بسبب كفاءة الانفرتر. إذا أخذت هاي القضية بنظر الاعتبار فراح أختار انفرتر على سبيل المثال، هاي مواصفاته: الافشنسي مالته 85%، الاي سي فولتج هو 110 فولت. راح أستخدم هاي القيمتين في إعداد حسابات تصميمية. الآن نيجي نحسب، بعد أن حسبنا في الجدول السابق الاي سي لود، الآن أجي أحسب الدي سي لود. لحد العمود الرابع هذا نفس الجدول السابق. الآن حتى أغذي الأحمال بهذه القدرات فرح أحتاج إنفرتر، كفاءة الإنفرتر هي 85%، فهذا يعني أنه أنا حتى أغذي المصابيح مالتي ب 150 واط فأنا أحتاج إلى 176 واط، وحتى أغذي الثلاجة مالتي ب 500 واط أحتاج إلى 588 واط، وهكذا مع الكل راح احتاج الى طاقة دي سي اكبر نسبة الى الطاقة اللي احتاجتها من الاي سي. اذا دخلت ساعات الاشتغال فراح احصل على الطاقة هاي اللي مجموعها 7463 واط اور دي سي. فاذا اني لتشغيل اللود مالتي المكون من 5 عناصر احتاج يوميا إلى 7463 واط أور من الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية. الآن أجي إلى الباتري سايزنج. بس قبل أن أدخل للباتري سايزنج أحب أن أعرض على فكرة كلش مهمة في تصميم منظومات الطاقة الشمسية. هذه الخاصية هي depth of discharge واللي تعرف اختصارا باسم DOD.
من الناحية النظرية الطاقة المخزونة بالبطارية متاحة للاستخدام، لكن من الناحية الواقعية أميز بين مستويات اثنين من الطاقة الموجودة في البطارية. DOD اللي هي متاحة إلي فعليا للاستخدام، وما تبقى منها هي State of Charge اللي تعبر لي عن مستوى الطاقة الباقي بعد استخدام DOD. من الناحية الفعلية متاح لي أن أستخدم Depth of Discharge من 40% إلى 90% طاقة مخزونة في البطارية. ولكن في الحقيقة استخدام DOD عالي يكون على حساب عمر البطارية، فأنا ممكن أستخدم 90% من DOD لكنه راح أنزل Number of Cycles عمر البطارية إلى 400 cycles. فلذلك من المستحسن أن أستخدم DOD أقل من هيك أرقام عالية، فممكن أستخدم 50% DOD، 40% DOD، 30% DOD، راح أحافظ على البطارية لفترة استخدام عالية. الآن لغرض إجراء الحسابات تم اعتماد بطارية بالمواصفات التالية: الباتري باز فولتج هو 24 فولت، سيلكتد باتري فولتج 12 فولت. إذا ذكرنا أنه الطاقة الكلية المطلوبة للمنظومة كانت 7463 وات أور في اليوم الواحد، فإذا قسمنا هاي الطاقة على الباز فولتج راح نحصل على 311 أمبير أور. هذه الأمبير أور اللي نحتاجها في اليوم الواحد، على فرض انه احنا نحتاج البطاريات لخزن الطاقة لمدة 7 ايام. بمعنى انه انا افترض انه 7 ايام ما راح تطلع الشمس وتشغل المنظومة. طبعا هذا رقم كبير لكنه هو كمثال. هاي السبعة ايام نسميها day of autonomy. فاذا اخذناها 7 ايام واخذنا الـ depth of discharge DOD 80%، فرح نكون كمية البطاريات اللي نحتاجها للخزن رح تكون 311 امبير اور في 7 ايام على 0.8، يكون الناتج 2721 امبير اور. اذا كان سعة البطارية اللي احنا مختاريها هي 478 امبير اور، فيكون عدد البطاريات المربوطة على التوازي هي 6 بطاريات. اما عدد البطاريات المربوطة على التوالي فحسبها بقسمة الباتري باس فولتج على سيلكتد باتري فولتج، فحيكون 24 فولت على 12 فولت فحيطلع لنا 2 باتر. بمعنى انه عدد البطاريات الكلية راح احتاجها هي 12 بطارية. فاذا افترضنا انه لكل بطارية راوند تريب افشنسي هي 85%، فالتوتال انرجي اللي نحتاجها مقسومة على الباتري راوند تريب افشنسي فراح يطلع لنا الرقم 8780 واط اور. تمثل لي هاي الطاقة المطلوب انتاجها من قبل الالواح الشمسية في اليوم الواحد. الخطوة الجاية هي ان نحدد عدد الالواح الشمسية اللي نحتاجها لبناء هذه المنظومة وفق الطاقة المطلوبة يوميا. لاغراض استكمال حسابات المثال تم اعتماد اللوحة المنتجة من قبل سيمنز سولر برقم N55 اللي معروضة مواصفاتها أمامكم. الباور اللي ينتجها اللوح هي 53 واط، الكرنت اللي ينتجها هي 3.05 أمبير، الفولتير هي 17.4 فولت، الشورت سيركت كرنت هو 3.27 أمبير، الأوبن سيركت فولتج هي 2.18 فولت. هذه مواصفات اللوحة الفيزيائية: طول، العرض، الوزن، وهذا الاي في كاركترستيك. الان ناتي الى الجزء الرابع والاخير من عمليه اعداد حساباتنا للمنظومه الشمسيه البيتيه، الجزء مخصص الى تحديد عدد الالواح الشمسيه بعد انه حددنا مواصفاتها. الموقع المطلوب لنصب المنظومه الشمسيه يقع على لاتيتيود مقداره 31 درجه، وزاويه التلت اللي اختارها معد المثال هي 15 درجة زائدا سايت لاتيتيود، لذلك حيكون عندي المجموع 46.53 ديجري. طبعا انتاجية اللوح في ظروف التشغيل الحقيقية تختلف عن انتاجيته في الظروف القياسية اللي تم توصيفها على أساسها. من الناحية النظرية تأخذ مواصفات اللوح
في ظروف عمل قياسية درجة حرارة 25 مئوي وشدة إشعاع شمسي 1000 واط على المتر سكوير، ولكن الواقع يختلف عن هذه الظروف بسبب عوامل بيئية وأنوائية مختلفة مثل درجة الحرارة، شدة الإشعاع الشمسي، درجة الغبار الموجود في الجو وباقي العوامل اللي تأثر على عمل اللوح. فإذا مثلنا نسبة الخسارة في القدرة المنتجة بنسبة مئوية دون الخوض في تفاصيل حسابها، واعتبرنا أن هذه الخسارة تشكل 15% من إنتاجية اللوح، فعلى أساسها راح يكون ماكسيموم باور فولتج لللوح هي مقدار الباور فولتج لللوح في الظروف القياسية مضروب في 85%، فراح يكون عندي 14.4 فولت، بينما راح يكون الماكسيموم باور المنتجة هي 47.7. الآن نجي إلى مسألة جدا مهمة في حساب إنتاجية اللوح الشمسي، وهي شدة إشعاع الشمس الساقطة عليه. يمكن تمثيل شدة الإشعاع الساقط على منطقة بالسن أورز لتلك المنطقة. السن أورز تحسب عادة من قسمة كمية الإشعاع المتراكمة لمدة يوم على 1000 واط المتر سكوير، فينتج لنا رقم، ناخذ هذا الرقم لكل أيام السنة وناخذ المعدل مالته. في منطقة المثال كان السن أورز الشهري هو 3.8 أور عليه، فالنطاقة اللي تنتجها اللوح تساوي ان الماكسيموم باور اللي ينتجها في ظروف عمل الحقيقية في 3.8 اور، فراح يكون عندنا 181 واط اور. اذا اعتبرنا ان degradation coefficient مقدار التدهور في انتاجية اللوح بسبب الحرارة اللي يشتغل بها بالواقع وليس في ظروف المختبر هي 10%، فراح تكون انتاجيته 90% في 181 راح 263 واط في الساعة. حتى نحدد عدد الواح اللي نحتاجها نقسم الطاقة المطلوبة على إنتاجية اللوح الواحد، يكون عدد الألواح اللي يحتاجها 54 لوح، وصف الألواح الواحد مكون من حاصل قسمة الباس فولتج اللي هو 24 فولت على فولتية اللوح الواحد اللي هي 14.8، فيكون عندي لوحين في السترنج الواحد في الصف الواحد، بينما راح يكون عندي عدد الألواح المنصوبة على التوازي 27 لوح، ومجموع اللوح الواح الكلية هي 54 لوح. لو رغب أحد المشاهدين لهذا الدرس أو المشاهدات لهذا الدرس في إعادة هذه الحسابات إلى العراق وتحديد إلى مدينة بغداد، فلاتيتيود مدينة بغداد هو 33.3، اللونجيتيود مدينة بغداد 44.4، فإذا أستخدم أيضا نفس التلت أنجل اللي هي 15 درجة زائدا اللاتيتيود أنجل، فراح يحصل على 5 ساعات 0.39، وممكن استخدام هذا الرقم لإعادة الحسابات على أساسه. المثال اللي قدمته لي حضراتكم موجود على الإنترنت يمكن تحميله، وهذه أول صفحتين منه. كذلك أنا قمت بإعداد إكسل شيت ممكن الإخوان يستخدموه في إجراء حسابات لمنظومة بيتية، مع ملاحظة أن البيانات المؤشرة باللون الأصفر هي بيانات تدخل من قبل مستخدم النموذج، بينما البيانات الموجودة في الخانات البيضاء هي النتائج اللي حصل عليها. ومن يرغب بالحصول على الإكسل شيت هذا مراسلتي على صفحتي في الفيسبوك إن شاء الله أرسله إليه، وأيضا ممكن تكون هاي المحاضرة على قناتي في اليوتيوب، أو ممكن لمن يرغب بإرسال أي ملاحظة أو سؤال أن يرسل على بريدي الإلكتروني الظاهر أمامكم.